لمزيد من البرامج الشيقة والهادفة زوروا قناة تلفزيون جيم على يوتيوب. مرحبا، عدنا اخيرا الحمد لله. ولكن ما هذه الاغراض؟ ماذا اعرف لمن؟ لقد طلب مني عنبر ان انتظره هنا، لا اعرف السبب، سانتظر. ولكن كل هذه الاشياء التي هنا لا اعرف ماذا اقول. هذا الصندوق وهذه الاقلام. اسرف، لقد اتيت. اسرف اسرف اسرف، كم انا متحمس، كم انا متحمس للذهاب الى المدرسه. جميل جميل، المدرسه، نعم المدرسه جميله، لكن يا صديقي نعم. انظر ماذا ساخذ معي. انظر كتب طبعا، ودفاتر جديده. راها دفاتر. اسمعني عنبر، اسمعني انت انظر ايضا مجموعه اقلام المفضله، هل تراها؟ انظر وكرتي ايضا، كرتي احبها كثيرا. نعم كرتي ايضا. ولكن يا عنبر، يعني وصندوق الغداء يا اسرف، صندوق المفضل. يحتوي على الملوخية والتفاح والخس والخيار والبروكولي. خصنا نتكلم حكم صنع عبد. والآن ماذا كنت تريد أن تقول لي وأنا أتكلم ولم أترك لك مجالا لكي تتكلم؟ نعم. بصراحة يا عنبر، نعم. يعني أنا سعيد جدا من أجلك والمدرسة والكذا، ولكن هذه الفترة بالذات التعليم سيكون عن بعد. يا صديقي لا بأس يا أخي. لماذا لم تخبرني من قبل؟ تركتني عرضة للسخرية أمام المشاهدين. أنا مئات الآلاف من المشاهدين. أنا يا صديقي، أنا يا أخي ألا تشعر معي يا أخي؟ أشعر معك. تشفق علي. أشفق عليك. نعم أشفق علي. أشفق عليك. أحلم بأن يأتي اليوم الذي سأرى فيه أصدقائي وأساتذتي. موسيقى حزينة. الحصص الرياضية. حصة الرسم. طب يا أخي دعني، يا أخي دعني أتكلم. انظر كما أنا أرتجف يا أسرف، انظر. نعم آسف يا عنبر نعم. لكن ما باليد حيلة، معظم مدارس العالم الآن اتخذوا هذا النهج لفترة، وذلك تجنبا للإصابة بفيروس كورونا، لا سمح الله. يعني لم ننتهي بعد؟ لم ننتهي. ماذا تريد منا هذه الكورونا؟ لا أعرف. قل لها أفرنقي من هنا. أفرنقي من هنا. ما معنى اذهبي أفرنقى. اذهبي يا ما يا معنى أفرنقي يا أفرنقي؟ يعني اذهبي من هنا. اذهبي. نعم يعني. اذهبي من هنا. نعم أكيد ستتركنا يا أخي. رغم أنني لم أذهب إلى المدرسة، ولكن اشتقت لعائلتي. أكيد ستتركنا في حالنا إذا التزمنا التباعد الاجتماعي. ابتعد متر ونص بيني وبينك. ودعنا نسمع رأي الأصدقاء. ما رأيك صديقي؟ نرحب بالأصدقاء هنا، ونرحب بك يا عنبر، وبالمشاهدين والمتابعين الذين يشاهدوننا طبعا إن شاء الله عبر اليوتيوب أيضا. نرحب بكم جميعا يا أصدقائي الحلوين الجميلين. وكذلك أيضا مدرسة عودة، المدرسة عودة حميدة، عودة حميدة إن شاء الله. وسعدنا جدا بلقياكم. ولا تنسوا أيضا رقم الهاتف يا أصدقائي، وهو 00974404061. ننتظر مكالماتكم. وكذلك أيضا نرحب بكم على الانستغرام بعد الحلقة إن شاء الله. وأيضا نرحب بكم بكل نرحب أيضا جهان. أيضا جهان ماذا تريد تقول؟ ماذا؟ هاشتاج إليك. أنا كثيرا هاشتاجت إليك، اشتقت إليك. هاشتاج هاشتاج البرنامج أصدقائي. هاشتاج جيم جواب. أيوه هاشتاج جيم جواب. يا سلام يا سلام، رائع جدا. هناك تصفيق. نعم أحسنت يا حسن. يلا يا صديقي، يلا ماذا أول فقرة؟ ما هي نسيت؟ أحبها كثيرا. يلا مكعب جيم. نعم أعطيني لا يجد منبر. نعم يا أخي، لماذا تتركني أحمل المكعب؟ يا أخي ما سهل وبسيط. يلا أعطيني. إنه ثقيل أسرف. نعم. هل أنت جاهز لتأخذ المكعب؟ نعم جاهز. 1 2 9 أوبا، ذهب هناك.
خرج من الاستوديو لقد رسى على فقرة جيم. نعم. بدون اي سؤال هيا ناخذ اتصال. يلا خذ اتصال. كيف الحال؟ الو معنا اتصال. الو ايوه الو ايوه ايوه هناك تحدي هيا. الو يا سلام. طب خذ هذه. الو الو انت تعرف من معك؟ عمر دوري 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 دوري. الو اهلا وسهلا بك، ما اسمك؟ من معنا؟ يحيى الشابي من قطر. اهلا وسهلا سهلا بيحيى من قطر في برنامج جي 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 قول جي 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 جي. يا سلام عليك يا يحيى، يا سلام عليك. اهلا وسهلا، تتكلم من اين؟ من قطر؟ من قطر. نعم من قطر. اهلا وسهلا بك يا صديقي، كيف الحال؟ بخير والحمد لله. ما الاخبار؟ ها ذهبت الى المدرسه ام ليس بعد؟ ليس بعد. متى ستذهب إلى المدرسة؟ يوم الأحد. يوم الأحد أول يوم ذهاب رسمي إلى المدرسة. نعم صحيح. طيب جميل، ولكن أخبرنا أيضا هل سيكون هناك تعليم عن بعد خلال هذه الفترة؟ نعم. يعني ليس الدوام لن يكون يوميا، أليس كذلك؟ ليس طوال الأسبوع. صح. أخبرنا كيف سيكون الدوام؟ يوم على الانترنت ويوم على الذهاب الى المدرسة. طيب انت قل لي، اعتدت على التعليم عن بعد؟ يعني هل بدات تعتاد على هذا الشيء؟ لم يكن لم يص... يعني لم 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 يصبح صعبا، اليس كذلك؟ نعم. ليس كما سابق، كما السابق، صح؟ صح. جميل جدا. طيب تريد يا عنبر ان تقول شيئا ليحيى؟ يعني انا اقول ليحيى، يعني التباعد عن علم، يعني ما هو التعلم عن بعد، نعم، يعني كان هو الحل في هذه الفترة. ولكن إن شاء الله سنعود إلى المدرسة. يا أخي التفاعل والأصدقاء ونرى صحيح بعضنا البعض. صحيح وهكذا. صحيح. نعم انتبه جيدا في المدرسة، اتفقنا يا يحيى؟ نعم. التباعد، كمامة، يعني كما يطلب منك في المدرسة. صحيح. أنا لا أعرف، يعني يجب أن نستمع إلى كلام المدرسين. أعتقد سيكون هناك إن شاء الله، سيكون هناك يوم الأحد إرشادات من الأساتذة. نعم. يخبرونكم عن كيفية التعامل. نعم. وكل مرحلة لها يعني. أكيد. أكيد. نعم. أكيد. نعم. أكيد. جميل جدا. إذا نعم. يا صديقي يا يحيى جاهز؟ نعم. جاهز. نعم. يلا. هيا أشرف. هيا. سأعد لك. أم تعد أنت أم أعد؟ أنا أعد. يلا عد. عد. واحد. اثنان. ثلاثة. قل ارمي. ارمي الصاروخية اليحية والفنات المخزنة إلى الله الجميع. هاي لم تقل عنبرية. انظر يا سلام، أول اتصال مع يحيى. انظر ماذا ظهر. أحسن. يا سلام. أحسنت يا صديقي، دخل الاسم إلى القرعة دون أي فتفوتة سؤال. هل أنت سعيد؟ هل أنت سعيد؟ ربما اتصال اخر. انه سعيد. قل انت. الو الو كيف الحال؟ اشتقت اليك يا عنبر، اشتقت الى البرنامج. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا 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 وسهلا. من معنا يا ترى؟ معكم مصطفى احمد. معنا من؟ من قطر، مصطفى احمد. مصطفى احمد اهلا وسهلا بك يا مصطفى من قطر في البرنامج. تمام. الله عليك. تفضل يا عنبر. نعم. كيف الأحوال يا صديقي؟ بخير والحمد لله. ها هل بدأت المدرسة؟ نعم بدأت، وكان اليوم جدا رائعا. أخبرني أخبرني عن التفاصيل. ذهبت إلى هناك، يعني ما هي التفاصيل؟ ماذا يجب أن نفعل في المدرسة في هذه الفترة؟ آسف. سوف ناخذ الكمامات. نعم. ثم ناخذ الاحتراس. جميل جدا. وهل هناك تباعد ايضا؟ نعم هناك تباعد. وماذا عن اليدين؟ ماذا نفعل باليدين؟ نعقم ونغسلها. نعقم اليدين ونغسلها عدة مرات. احسن. طبعا انا يعني انا تلميذ مثلي مثلك، ولكن في المدرسة سيعطونا ارشادات يجب ان نتبعها بحذافيره. نعم. اشرف
نعم. على فكرة نحن على الهواء انت ما تنتهي من صديقي. طب خلص خد انت الاتصال الى اللقاء. لا لا خد انت الاتصال. يي مصطفى. الو. جميل جدا، اعجبني حديثك يا صديقي مع عنبر، فعلا رائع رائع رائع. نتمنى لكم السلامة جميعا، وانتبه لنفسك يا صديقي، وانتبه ايضا لاصدقائك. اتفقنا؟ اتفقنا. جميل، جاهز المكعب؟ جاهز. يلا متحمس؟ متحمس. ايوه يلا، واحد اثنان ثلاثة ارمي. الرمية تصارغ يد المنطفية الملوخية والمقلوبة المنسفية للنعناع. أيوة. سلام. نعم. إنه لوحة المفاتيح. ما بك أشرف، هل ستبيع المكعب لوحة المفاتيح؟ نعم. المفاتيح. ملعب للبيع. جميل. نعم. يلا لوحة المفاتيح جاهز يا صديقي؟ جاهز. إذن. إليك الآن مجموعة من الحروف المبعثرة، وعليك أن تلملم هذه الأحرف حتى تصبح كلمة واحدة أو كلمتين. يلا إليك الأحرف. يلا يا صديقي، الأحرف هي شين جيم راء تاء مربوطة ألف لام لام ياء ميم واو نون. شجرة الليمون. لا يا عيني عليك يا عيني عليك يا عيني يا عيني. إجابة صحيحة 100%. أحسنت أحسنت، دخل الاسم إلى القراءة. انتظر حتى نهاية الحلقة ربما تكون فائز. شكرا لك وإلى اللقاء يا أصدقائي. يلا ألو. أيوة كيف الحال؟ أعطيني. ألو معنا اتصال. ألو أشرف يا غار من عنبر يا غار. أنا بخير أنا بخير. ألو ألو انقطع الاتصال. قلبي قلبي يا إله. لا 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 يا عمبر يا عمبر يا عمبر انت بخير. عمبر انت بخير يا عمبر. انا بخير. انا اسف بخير قبل ان ترمي المكعب. طيب وزنه طن طن طن. طيب طن 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 تليفون قوي قوي. تبع 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 تبع. ايوه نعم. طيب اذا لا باس انقطع الاتصال، نحاول ان نستقبل الهاتف الجديد. انا وعد بالهاتف. خذ الدور ضيع. يلا هيا انا وعد. الو كيف الحال؟ الو معنا اتصال. الو 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 انتم على الهواء مباشرة. الو 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 يجب ان تخرج الالو بالصحك الصحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما معنا ومن اين يا ترى؟ تبعوا تبعوا تبعوا. اسمي لانا ومن قطر. اهلا وسهلا بلانا من قطر في برنامج جيم شباب. الله كيف الاحوال يا لانا؟ الحمد لله. اليوم نتكلم عن تباعد عن علم. التعليم عن بعد. أنا التعليم عن بعد أو الذهاب إلى المدرسة. نعم. أنت هذه الفترة كيف ستذهبين إلى المدرسة يا لانا؟ أخبرينا. سأكون طبعا مستعدة. نعم. لأنني اشتقت للمدرسة واشتقت لأصدقائي والمعلمين الذين جميل. ومن منا لم يشتاق إلى المدرسة. اليوم عنبر هو اليوم تعليم عن عن بعد، يعني دور التعليم عن بعد. ولكن أخبرينا أنت أول يوم دوام اليوم أم الأحد؟ لا أنا سأدخل المدرسة في الاثنين وليس الأحد. الاثنين ستذهبين المدرسة بشكل يعني شخصي. نعم. جميل جدا جميل جدا. وبعد ذلك سيكون هناك فترات للتعليم عن بعد أيضا. نعم سيكون هناك تعليم عن بعد مع تعليم عن قرب. لا بأس إن شاء الله. نعم. جائحة تنتهي على خير إن شاء الله. ونكون كلنا سليمين. تفرنقع من هنا الجائحة. تفرنقع من هنا. نعم. نعم. جميل جدا. إذن. نعم. الآن نلعب. نعم. المكعب جاهز يا لانا؟ أنا المكعب. نعم جاهز. هناك هناك. هيا هيا لانا. طب أنا أريد أن أرمي المكعب. طيب. أنا طيب. مستعد؟ يعني لا يلا واحد. انظر يا لانا سأرمي المكعب إلى 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 عنبر. خذ. أرحال. دائما يفعل نفس الشيء. لا أعرف. يا أشرف أنا أصغر من الكوب مكعب. هيا هيا قل أنت. واحد اثنان ثلاثة يلا. وأنا سأرمي. واحد اثنان يلا. واحد عليك أن تقول إرمي بعد ثلاثة. واحد اثنان ثلاثة إرمي.
لا أقوى بهكذا. يلا أوكي. واحد اثنان ثلاثة ارمي ارمي العبرية الملوخية صاروخية. جميل، أنت لمستها فخرجت الأفخاذ. لا 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 لا، إنها طبعاً العمليات الحسابية. تعجبني كيف تقول حسابية. أقول لأنني جائع بصراحة. هل أطعمت الماعز يا أشرف؟ لا لا ليس بعد، إنها خارج الاستوديو. نعم. افرقعي من هنا، عنا افرقعي، افرقعي من هنا. نعم اذهب. نعم مع الدجاج ايضا حظيظا لدينا. اذا يلا، اذا جاهز العمليه الحسابيه؟ نعم جاهزه. يلا الحساب قبل الذهاب الى المدرسه. الحساب، اعطيني الحساب. نعم. الحساب هو اذا التسعه ضرب ماذا حتى يساوي 81؟ لا نريد ضرب يا اسرف. تسعه ضرب تسعة يساوي 81. نعم تسعة ضرب تسعة، تسعة يضربون تسعة 81 صحيح. يا سلام يا سلام، أحسنت صديقتي، دخل اسمي للقرعة التضري حتى نهاية الحلقة، ربما تكون لنا فائزة، شكرا لك وإلى اللقاء. اسمع تسعة تسعة يضربون اقترب إلى هنا يا أصدقاء. تسعة يضربون تسعة تصبح مشكلة كبيرة. ضعيفة. اشرحها لي. تسعة يعني بدل التسخين تسعة. أشرف أنت يعني تحب العمليات الحسابية وأنت ذكي جدا في العمليات الحسابية. أنا إلا في المطعم. أنا لا أنا إلا عندما نذهب إلى المطعم. أنا ماهر في العمليات الحسابية على الآلة الحاسبة. نعم على الآلة الحاسبة. نعم. أنا رهيب، أسرع مني لن ترى. يلا ألو كيف الحال؟ أيوة ألو معنا اتصال. ألو 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 أهلا وسهلا، من معنا؟ اسمي نوران من قطر. نوران من قطر، اهلا وسهلا بك يا نوران من قطر في برنامج جيم جواب. الله عليك. كيف الاحوال؟ بخير والحمد لله. نوران ذهبت الى المدرسه؟ اليوم. اخبرينا اخبرينا ما يعني كيف كانت الامور، اخبرينا، انا اريد ان اطمئن لانني لم اذهب بعد. نعم ذهبت إلى المدرسة وكان هناك مسافات احترازية. نعم. وكنا نلبس الكمامة. طوال الوقت. وعندما نأكل نعقم أيدينا. يا سلام. الله عليك. نعم. الله وتخطينا أيضا لدي نصيحة. استمعوا. نعم. جيدا أصدقائي، استمع أشرف. الآن استمعوا جميعا. يجب أن ننتبه ونتجنب، بل لا نلمس أبدا الأعين أحسنت. والفم. أحسنت. أحسنت. إلا إذا كنا يعني متأكدين من التعقيم 100%. وعندما تأكلين. نعم. طبعا تزيلين الكمامة وتأكلين وثم بعد ذلك تغسلين يديك بالماء والصابون، أليس كذلك؟ نعم. جميل جدا. وأيضا يا أشرف يجب كل وقت يعني معين تغيير الكمامة. أكيد إذا كانت طبعا أكيد يوجد هناك كمامات يجب أن هناك. نعم. الكوامات. كوامات. نعم. عوامات. عوامات. هناك كمامات طبعا أكيد، كمامات يومية تستخدم ليوم واحد وكمامات تستخدم لعدة. نعم. أيام. أما الآن يا نوران سوف ننتقل مع زميلي وصديقي أشرف لنلعب. هيا أنظر. يلا واحد بأصبع واحد. واحد كل عنبرية. ها واحد اثنان ثلاثة ارمي الرمية الصاروخية العنبرية والناس الأزرفية البلوخية المنسبية والورقلوبة اللبنية. عفوا عفوا لا بأس. إذا إنها لوحة المفاتيح. إذا سنلعب لوحة المفاتيح. مفاتيح. نعم يلا لوحة المفاتيح. مجموعة من الحروف الآن ستظهر أمامك يا صديقتي، وعليك أن تجمع هذا الأحرف حتى تصبح جملة واحدة أو كلمة واحدة. يلا الأحرف هي، انتبهي، الأحرف هي واو جيم باء تاء مربوطة ألف لام فاء طاء واو راء. يلا. وجبة الفطور. وجبة الفطور والإجابة صحيحة. نعم. الله أحسنتي أحسنتي، دخل الاسم للقراءة، انتظري حتى نهاية الحلقة، ربما تكونين فائزة، شكرا لك وإلى اللقاء. أكيد وجبة أشرف. الفطور مهمة جدا بما أني أجلس كثيرا في البيت يا أشرف. نعم.
اشتقت لعائلتي وخاصة أخي الصغير جوجو. هناك التواصل عن بعد أيضا. لا بأس، جميل، لا بأس. نعم فعلا. يلا بصار. فقمة لدينا فقمة في الاستوديو، أخرجوا الفقمة التي ألو. سأطعم المعز وأعود. ألو 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 ألو، أهلا، من معنا؟ ريم. ريم، أهلا وسهلا بك يا ريم، كيف حالك؟ الحمد لله. أنت من أين يا ريم؟ نعم، تتكلمين من أين؟ من قطر. من قطر، ريم من قطر، أهلا وسهلا بك في برنامج جي 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 ريم جمال. الله عليك يا ريم. الله، كيف الأحوال يا ريم؟ يلا ريم. نعم. هل أنت جاهزة لنلعب؟ نعم. ننتقل إلى الفنان أشرف لنلعب. هيا يا فنان. يلا نعم. اسمعينا فقط من الهاتف يا صديقتي، ليس من التلفزيون، اتفقنا؟ المذيع الفنان. أخذ صوت التلفاز واسمعينا من الهاتف. نعم. يلا هيا. يلا، واحد، اثنان ثلاثة. قولي ارمي. قولي ارمي. ارمي 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 صاروخية العنبرية صاروخية المنزبية وتقولنا انا. احسنت يا اشرف، رمية جميلة. رايت. ما شاء الله كبر. انها فقرة اكمل الجملة. نعم. اعطينا الجملة يا اشرف. هيا هيا. يلا اذا صديقتي. نعم. جاهزة؟ جاهزة. الآن سوف أضع جملة وعليك أن تكملي هذه الجملة بالكلمة أو الإجابة الصحيحة. ماشي؟ ماشي. ماشي، يلا. ماشي أم 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 جالس؟ لعيبة. طيب، تسمى عملية إعادة تصنيع واستخدام النفايات ب؟ تسمى عملية إعادة تصنيع واستخدام النفايات بماذا؟ بإعادة التدوير. أيوة، سنعتبرها صحيحة. تدوير النفايات أو تدوير بشكل عام. جميل. يا سلام يا سلام. الله. أحسنتي، دخل الاسم إلى القرآن. تظري حتى نهاية الحلقة، ربما تكونين فائزة. شكرا لك وإلى اللقاء. جميل، خذ هذا. أما الآن أصدقائي. نعم تفضل. سوف أقول إذن أصدقائي فاصل. يا عنبر أنت بخير؟ بخير. طيب إذن أصدقائي فاصل ونعود إن شاء الله بعد قليل. لا تذهبوا بعيدا، انتظرونا. مع هل تعرف ما هي الموسيقى يا صديقي؟ الموسيقى؟ الموسيقى هي ما معنى الموسيقى؟ ما معنى الموسيقى؟ سؤال يجيبنا عنه بلال في سولو جيم. معكم بلال في سولو جيم. سولو جيم الأحد في الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة على تلفزيون جيم. عودة إليكم أصدقائي، وسوف ننتقل إلى زميلي أشرف مع هذا الخطأ العاجل. إلى أشرف. أشرف. أنت على الهواء. إذن أهلا وسهلا بكم مشاهدينا مشاهدين برنامج جيم جواب، أهلا بكم بهذه نشرة الخطأ العاجل. يطلق على عملية استخراج المواد الخام من باطن الأرض مثل المعادن والبترول والقطن الطبيعي بعملية التعدين. شكرا لكم المتابعة، تفضل. إذن أصدقائي، كما قال أشرف، يطلق على عملية استخراج المواد الخام من باطن الأرض مثل المعادن والبترول والقطن الطبيعي بعملية التعدين. أين الخطأ في الجملة؟ لا. أين الخطأ؟ أين الخطأ؟ نأخذ اتصال. لماذا تتكلم؟ هي 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 مذيع. مذيع يعني. هي هي مذيع. نعم. هكذا. كيف الحال؟ ألو. معنا اتصال. العملية الجراحية. العملية الجراحية يا صديقي. ألو. أنا آسف، أنا إسفنجة أشرف، لا أؤذي. ألو. ألو. ألو، مرحبا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنا ومن أين؟ عمر من قطر. عمر من قطر، أهلا وسهلا بك عمر من قطر في برنامج جيم
جواب. الله عليك يا عمر، كيف الحال؟ اهلا وسهلا. اين التقسيم؟ لا بأس لا بأس. عمر كيف الاحوال يا عمر؟ اين الخطأ يا عمر؟ نعم. إذن يا عمر أهلا وسهلا بك. تبعك. إذن يا صديقي، إذن الخطأ كان هو ما هو؟ يطلق على عملية استخراج المواد الخام، طبعا موجود الشريط موجود أسفل الصورة، الخام من باطن الأرض مثل المعادن والبترول والقطن الطبيعي بعملية التعدين. أين الخطأ؟ وعليك أن تصحح الخطأ. يلا. نعم يطلق على عملية استخراج يطلق على عملية استخراج المواد الخام من باطن الأرض مثل المعادن والبترول والقطن الطبيعي بعملية التعدين. أين الخطأ؟ التعدين. عملية التعدين. نعم. لا يطلق. التعدين خطأ. هناك مواد تستخرج من باطن الأرض، ركز، مثل البترول. القطن الطبيعي خطأ. الله عليك. يا سلام. أكيد. يا سلام. إذن إذن مكان القطن الطبيعي ماذا أيضا غير البترول؟ ماذا نستخرج من باطن الأرض؟ الغاز الطبيعي. يا عيني عليك. الله. أحسنت يا صديقي. دخل لازم إلى القرعة تنتظر حتى هذه الحلقة ربما تكون فائز. شكرا لك وإلى اللقاء. أحب الأطفال الأصدقاء الأذكياء. الأذكياء. برافو عليك. جميل جدا. طيب إذن لدينا صديقي مجموعة من مشاركات الأصدقاء. نعم. كثيرة وكثيرة وكثيفة. نعم. إن شاء الله. نقرأها إن شاء الله. أنا نقرأها وأنا أنت. أنا جاهز. وندعو الأصدقاء أيضا هنا. باستمرار. نعم. تظهر هنا. انظر. ليس تحت. هنا. هنا. انظر. نعم. إذن لحظة. يا أخي كنت سأخطر. أنا سأقول. اخترنا الأفضل وهو الدراسة عن بعد مع تمنياتنا بعام دراسي موافق للجميع. إبراهيم البحرين. شكرا لك يا إبراهيم. نعم شكرا لك صديقي. طيب إذا لدينا أيضا بالطبع سوف أجهز الكمبيوتر والأقلام والكتب والدفاتر ولن أنسى السماعات، وهكذا سوف تكون أروع دراسة عن بعد. إذا يمنى 10 سنوات من السعودية. أهلا بك. وأيضا انظر أحمد ماذا قال. أشرف رائع ومبدع. ننتقل إلى شكرا يا أحمد. شكرا. الله. إذن طبعا أهم شيء الرجوع للمدارس، الاستعداد النفسي والذهني، فأنا استعديت لكل شيء في المدرسة. وطبعا الرجوع للمدارس شيء رائع، وأتمنى التوفيق لكل طالب وطالبة. ومعكم إناس سيد من السودان. الله. شكرا لك يا إناس على هذه المشاركة الرائعة. سلام. طيب إذا معنا أيضا هذه الرسمة الجميلة من هبة الله محمد كمال من السودان. 10 سنوات عمره. انظر ماذا رسمت. تقول أحب برنامج جيم جواب. كأنه جهاز لوح إلكتروني. نعم. ووضعت أحب تلفزيون جيم وأحب برنامج جيم جواب وأصدقاء. نسيت أن تكتب أحب عنبر. برنامج أصدقاء في الواحة. نعم. لا هي أحب أشرف عنبر. يا سلام. نعم. طبعا أيضا مشاركة من سندس، صنع عبيات سندس، عمر 8 سنوات، البلد السودان. جميل جدا. قناة أحب قناة الأصدقاء في الدوحة وجيم جواب أصدقاء في الواحة. نعم أصدقاء في الواحة. نعم. إذن نواف ونوف من قطر. يا سلام. انظر أيضا يستعدون يرتدون الكمامات. نعم. جميل جدا. صورة جميلة جدا. نعم. كمامات ملونة. مستعدون للذهاب. يوجد كمامات جميلة. كمامات جميلة. أكيد أكيد أكيد. إذن يا أشرف طبعا كانت معنا هذه المشاركات. يعني المشاركات الرائعة، ونشكر الأصدقاء ونطلب المزيد منها. أكيد. أما الآن يا أشرف سوف ننتقل إلى ماذا؟ أنا وأنت. أها. إلى محطة جميلة جدا في البرنامج، وهي تريد أن أصل إلى هناك أولا؟ نعم اذهب لكي أقدم. نعم. يعني أنا أنتظر نصف ساعة. سوف أصل إلى هناك. نعم. وعندما أصل يا أخي نعم. طيب. إذن أصدقائي فقرة صل تصل. رائع تقديم رائع. طيب إذا يا أصدقائي وصلنا لفقرة صل تصل، وعليكم أن تصلوا الجمل المناسبة أو الكلمات المناسبة بالكلمات المناسبة الأخرى. اتفقنا؟ يعني تربطوا هكذا الكلمات بالكلمات الأخرى. يلا جاهزون؟ نستقبل الاتصال ونقول ألو. ألو. أيوة. كيف الحال؟ أيوة. ألو. أعطيني معنا اتصال. ألو. يا سلام. الله. يا سلام. هناك تحدي. الو الو
نفسك. على فكرة من فاز معي؟ من معي الآن؟ نور مهند من قطر. نور مهند من قطر. أهلا وسهلا بنور في برنامج جيم. فازت معنا نور. أحسنت يا نور. يعني الألولة كانت أطول من ألولتي. صحيح. اسمع الألوميني يا نور. اسمع من أشياء. اسمعي. ألو. هذا طرزان. لا يجب أن أضعوا بقرة صوت بقرة. رائع يا نور. إذا تفضل يا أسرة. إذا لدينا الآن المسابقة ستبدأ. جاهزة يا نور؟ نعم. يلا يا نور. يلا يا نور. إذا أهلا يا نور. اسمعي الكلمات. اسمعي. العمود الأول فيه صناعة نسيجية، ثم بعد ذلك صناعة معدنية، صناعة غذائية، صناعة خشبية، صناعة كيماوية. العمود الثاني أو كلمات الثانية السكر والقمح، العطور والصابون، الحرير والصوف، الأواني وأدوات البناء، الأثاث والأدوات المنزلية. يلا عليك أن تربط الكلمات بالكلمة الأخرى المناسبة. نبدأ بماذا؟ الصناعة النسيجية إذا أردت. الحرير والصوف. الحرير والصوف. يلا اللي بعده. معدنية، صناعة معدنية. الأواني وأدوات البناء. صحيح. البناء. يلا أحسنتي. صناعة غذائية. السكر والقمح. الله عليكي. يلا صناعة خشبية. الأثاث. صناعة خشبية، الأثاث والأدوات، وصناعة كيماوية أكيد. سهلة. العطور والصابون. يا سلام عليك. يا سلام. نعم جميل. أحسنت صديقتي. دخل الاسم إلى القرعة. انتظري حتى نهاية الحلقة، ربما تكونين فائزة. شكرا وإلى اللقاء. نعم جميل جدا. لأنه سيجري السحب في نهاية الحلقة. أكيد أكيد. نعم. أكيد. خذ أنت الاتصال. دعني أرى كيف تتقدم في الألو. ألو كيف الحال؟ ألو كيف الحال؟ ألو معنا التليفون. أشرف أنت تحرجني على الهواء. ألو هناك تحدي. لحظة تناقض كبير. ألو ألو من معي؟ مودة من قطر. عفوا الاسم مرة أخرى. مودة من قطر. مودة من قطر. أهلا وسهلا بمودة من قطر في برنامج. قلها يا أشرف. يا سلام عليك. يا سلام. كيف الأحوال يا مودة؟ الحمد لله. مودة معك زميلي أشرف العوض، طبعا يتمرن الآن. يا سلام. حالا إذن أشرف. لا ده جمهور. لا ده أشرف. جمهوري. جمهوري الحبيب. مودة معك يا أشرف. إذن يا مودة أهلا وسهلا بك. كيف الحال؟ الحمد لله. كيف الاستعداد للمدرسة؟ هل ذهبت إلى المدرسة؟ لا ليس بعد. الأسبوع القادم؟ ما أعرفش. ما تعرفيش. طيب جميل. أكيد سيكون هناك الذهاب المدرسة أو التعليم عن بعد، ربما لم تحدد المدرسة بعد، لكن كل التوفيق لك يا مودة. طيب مودة جاهزة؟ يلا عليك أن تصل وتصلي الكلمات بالكلمات الأخرى المناسبة. الكلمات هي، ركزي جيدا. حسنا. الكلمة الأولى شبكة، وسائل، الألعاب، الأجهزة، تكنولوجيا. الكلمات الأخرى الذكية، الإنترنت، التواصل الاجتماعي، المعلومات التعليمية. يلا ابدأي. شبكة الإنترنت. أحسنتي. وسائل التواصل الاجتماعي. جميل. الألعاب الذكية التعليمية. أها. الأجهزة الذكية، تكنولوجيا، المعلومات. الله ما هذه السرعة. ما هذه السرعة. ما شاء الله. يا سلام. جميل. يا سلام. أحسنت يا صديقتي. أحسنت. دخل الاسم إلى القرعة. انتظري حتى نهاية الحلقة، ربما تكونين فائزة. شكرا وإلى اللقاء. أكيد أكيد. ما شاء الله عليها. يعني صراحة يعني صراحة. ما شاء الله. هي كمبيوتر أصلا. كمبيوتر. نعم. ألو. أيوة كيف الحال؟ عطيني. ألو
معنا اتصال. الو. لا حول ولا قوة. الو. انا بخير. الو. الو. هناك تحدي. الو. 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 من معنا؟ عبد الله من قطر. رحب بعبد الله يا اسف. اهلا وسهلا بك يا عبد الله من قطر في برنامج جيت 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 جيت. الله. هل هناك عطل يا اسف؟ يعني حركه الكراتي رايتها. حركه جديده. اسال عبد الله عن الاشياء. عبد الله الاشياء. عبد الله كيف حالك؟ كيف المدرسه؟ بخير. تمام تمام بخير يا صديقي، نتمنى لك التوفيق واحذر جيدا، عليك أن تتعامل مع هذه الجائحة الآن، الكل يتعامل معها بحرص شديد، فعليك أن تكون حريصا، أليس كذلك؟ جميل اتفقنا؟ نعم. جميل جدا، يلا جاهز للمسابقة؟ نعم جاهز. يلا يلا يا صديقي، إذا نبدأ بالعمود الأول، عليك أن تصل الكلمات ببعضها البعض. الكلمة الأولى والجملة الأولى: نباتات تؤكل أوراقها، نباتات تؤكل جذورها، نباتات تؤكل ثمارها، نباتات تؤكل بذورها، نباتات تؤكل أزهارها. ثم بعد ذلك الجزر والفجل، القرنبيط والبروكلي، العدس وال... نباتات تؤكل أوراقها، الخس والسبانخ. طيب نباتات تؤكل جذورها، الجزر والفجل، نباتات تؤكل ثمارها، رمان والتفاح، نباتات تؤكل بذورها، العدس والفول. الله عليك. نباتات تؤكل أزهارها، القرنبيط والبروكلي. يا سلام يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله، أحسنتي، دخل الاسم إلى القرعة. طبعا انتظري حتى نهاية الحلقة، ربما تكونين فائزة. شكرا وإلى اللقاء. صحيح ما صحيح. شاء الله ما شاء الله الأصدقاء اليوم. قبل يعني قبل أن أكمل قبل أن أكمل الأسئلة، هناك هاتف قبل أن قبل أن نستقبل. ألو ألو ألو، كيف الحال؟ ألو، معنا اتصال، معنا عبر، أسرى فيها غار. ألو. سبقتك. الو سبقتك. الو الو الو، مرحبا، معك محمد اسماعيل. محمد من اين تتكلم؟ من اين تتكلم؟ من قطر. من قطر. اشرف. لا 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 لا، انت اهلا اهلا. رحب رحب الترحيب. نعم. استمع الى الترحيب. ما اسمه؟ ما اسمه؟ محمد. العب محمد. محمد من اين؟ من قطر. من قطر. اهلا وسهلا بك يا محمد من قطر في برنامج جيت 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 جواب. الله عليك. يا سلام. الله. اذا يا محمد كيف حالك؟ بخير الحمد لله. الحمد لله يا محمد، جاهز للمسابقه؟ نعم. يلا اليك مسابقه سلتصل. ها؟ اليك مسابقه سلتصل، عليك ان تربط الكلمات بكلمات اخرى مناسبه، اتفقنا؟ حسنا. يلا اذا الكلمه الاولى: من الزواحف، من الأسماك. لم تظهر في الشاشة. طيب ركز معي، اسمع الكلمات جيدا، سوف تصل بعد قليل. من الزواحف، من الأسماك، من البرمائيات، من الطيور، من الثدييات. الآن العمود الثاني به هذه الكلمات. من الزواحف السح... السح... السلحفاء. السلحفات. السح... السلحفاء والتماسيح. وجاء احسنت. من الاسماك السردين والسلمون. يا سلام عليك. والبرمائيات. من البرمائيات الضفادع والسلمندر. صحيح، الضفادع والسلمندر، صح. من الطيور الهدهد والبوم. احسنت. من الثدييات الاغنام والجمال. جميل. يا سلام. جميل. أحسنت يا صديقي، أحسنت، دخل الاسم إلى القرعة، انتظر حتى نهاية الحلقة، ربما تكون فائز. شكرا لك. المشاركات مبدعة اليوم جدا جدا جدا. نعم. ما شاء الله. نعم. جميل جدا، إذا انتهت فقرة يا صديقي. لا تقل. لا 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 لا, لا. ماذا انتهت؟ لسه انتهت الحلقة. انتهت. نعم. فقرة سلتصل. نعم. ما زال لدينا. نعم. والسحب. طيب إذا لدينا الآن فقرة. نعم. خذ نفس. نعم. شهيق. أفضل. زفير. أفضل. أفضل تعليق. عرض صورة أفضل تعليق. نعم نعم.
سلام. أفضل تعليق وبعد ذلك سنضع الصورة الجديدة. أفضل تعليق. تعليق وعلقك. سوف نرى التعليقات هنا. نعم. هنا انتبه هنا ها انظر جيدا الى يسارك قليلا هكذا هكذا نعم. اذا التعليق الاول من عائشه من سلطنه عمان. انظر انت معنا. مرحبا يا اصدقاء، كم انا مشتاق اليكم. انني قادم بقوه المنسف وسوف اتغلب عليك. عائشه من سلطنه عمان، جميل. حمزه من قطر يقول الحقني يا عنبر سوف أسقط. اذهب يا حبيبي فأنا قادم معك. يا حبيبي تذكر حبيبي. نعم. ميرا من قطر. نعم. أنا لست خائفا أبدا. بالطبع، لأنك تمسك يدي وسنقع سويا. شكرا يا ميرا. رقية من قطر. يا عنبر عندي فوبيا من المرتفعات، ساعدني. وأنا عندي فوبيا من المنخفضات لأنك ستسقطني. قوية. عمر من قطر. عنبر أنت عائق في طريق، لا أستطيع أن أكمل اللعب. أنا وصلت أولا، أسقط لأكمل طريقي. قوية قوية. عمار من ليبيا. لا تترك يدي أشرف وألا سقطت وتكسرت. أنت دمية، ليس لديك عظام. قوية يا عمار. عمر من سلطنة عمان. ماذا يحدث يا عنبر؟ أشعر أننا نطير. ويو ويو، أنا أراك خمسة أشخاص يا أشرف. جميل جميل، يا سلام. رائع. أحسنتم، تعليقات رائعة جدا. نعم. ولكن يا أشرف هناك تغيير بسيط. نعم. هناك متى تغيير. سنعرف متى اعتدتم. نعم. أصدقائي. نعم. بأنكم سوف تعرفون كل شيء في بعد الحلقة. نعم. أو بعد في الإعادة سيكون هناك طبعا كما اعتدتم هناك في الإعادة ستكون هناك طبعا لحظة الإعلان عن أفضل تعليق، لكن الآن تتغير الأمور. ليس في الإعادة. ليس في الإعادة. انظر هكذا الإعادة ستكون طبيعية. لا نعم، ولكن سنعلن عن أفضل تعليق وجائزة. نعم. أفضل تعليق بعد الحلقة مباشرة. نعم. عبر على منصة الإنستغرام. نعم. التابعة لتلفزيون جيم. نعم. يعني يجب عندما ننتهي أن يشاهدونا على الإنستغرام بعد قليل، يعني عندما تنتهي الحلقة بعد دقائق نكون على الإنستغرام وستكون هناك قرعة. ليس كالسابق. نعم، سوف نجري قرعة بشكل مباشر. نعم. نعم. وسوف نعلن الفائز. يعني وطبعا قيمة الجائزة هي 500 ريال. 500 ريال قطري. نعم. اتفقنا؟ نعم. إذن لا تنتظروا الإعادة يا أصدقائي. نعم. في 9:30، ولكن انتظروا بث بعد الحلقة بدقائق مباشر. يكونوا معنا على الإنستغرام. انظر إلى الصورة الجديدة يا أشرف. هذه الصورة الجديدة. يه لست في الصورة، فقط أنا مزهان. لا بأس. جيهان زميلة. نحبها كثيرا. اشتقت لجيهان يا أشرف. اشتقت لجيهان. سوف تعود بعد أسبوعين. بعد أسبوعين. قلت لك انت عندما تصدر هذا الصوت تاتي الاغنام الى هنا. نعم. لا بأس. يعني. نعم. اذا. نعم. الان. نعم. لدينا سحب. نعم، هناك خمسه فائزين ان شاء الله. خمسه. نعم. وطبعا جائزه افضل تعليق ستكون بعد هنا. نعم. بعد الحلقه. بعد الحلقه عبر الانستغرام. يلا. نعم. اذا الفائز الاول قيمه الجائزه 500 ريال قطري ستكون من نصيب ادرس محمد جوب عجل بجوب عبد الله بجوب عباس بجوب لانا من قطر. ألف مبروك يا لانا، فازت معنا. يلا. فازت ب 500 ريال قطري. 500 ريال. نعم. يلا سوف اقرا الاسم الثاني. يلا السحب الثاني. موعد الشفيع بالجواد بالجواد مبروك لي نوران من قطر. يا نوران. نعم. ليست نور، نوران. نوران. يلا الفائز الثالث. أو الفائز الثالث. ألف مبروك لي عبد الله من قطر، فزت معنا أيضا بجائزة 500 ريال قطرية. يا سلام. يا الرابع الآن، الرابع لا نعرف الرابع. نور من قطر. نور الآن سعيدة جدا. نور. نعم. نعم. تشاهدون الآن. نور. نعم. نور. نور. نعم. يلا آخر اسم. نعم. الاسم الأخير. نعم. محمد يحيى علي من مبروك لي يحيى من قطر. نعم. جميل جدا.
احسنت يا يحيى. جميل، اذا مبروك للفائزين. لا تنسوا يا اصدقائي بان سيكون هناك بث انستغرام مباشر، سوف نجري القرعه لنعرف من هو صاحب افضل تعليق وجائزته ايضا 500 ريال قطري، فتابعونا على الانستغرام مباشر بعد قليل. ها بعد قليل، اذا قليل 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 قليل، اذا نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله في تمام الساعه الرابعه مساء الخميس القادم. الى اللقاء. الى اللقاء. الى اللقاء. لمزيد من البرامج الشيقة والهادفة زوروا قناة تلفزيون جيم على يوتيوب. عاشت معظم حياتها في القصور الفاخرة.